القضية في حقيقتها ابتداء صارت مشكلة بسبب صدور قرار من المحكمة الاتحادية بناء على دعوة أقامها النائب قاسم خشان ضد الرئيس السابق السيد محمد الحلبوسي فيما يتعلق بتطبيق قرار حكومي على الدرجات الخاصة داخل مجلس النواب العراقي، يعني مدراء ووكلاء عندنا في مجلس النواب العراقي. طيب. مدراء عامين كم وكيل. فالرئاسة السابقة السيد الحلبوسي ما كان مطبق قرار 333 اللي صادر من الحكومة فيما يخص الدرجات اللي داخل البرلمان، يعني هو في نظره أنه البرلمان المفروض ما تابع للحكومة على أي حال. فصدر قرار المحكمة بأنه يكون يطبق هذا القرار 333 لسنة 2015. بس لهنا ماكو مشكله، اجت اداره البرلمان طبقت القرار على النواب ايضا. من طبقوا القرار يعتمد في تحديد الراتب على اساس الشهاده، يعني واحده من الاسس الشهاده. طيب. فلما طبقوا المعيار هذا الشهاده نقصت رواتب اغلب اعضاء مجلس النواب. يعني خاصة اللي إعدادية أو معهد أو بكالوريوس. أستاذ رائد، إيش قد كانت رواتبكم وإيش قد نقصت؟ يعني هسه حضرتك كنائب إيش قد تأخذ بالشهر؟ راتب عضو مجلس النواب الإسمي 4 والمخصصات 4 أيضاً.